على كل الأحوال خلونا نتابع بس الأخبار بخصوص سجن برج العقرب، برج العرب أسفة. فإحنا موجود معنا على التليفون عشان نعرف برضو تفاصيل أكتر عن موضوع القرار وإزاي تم اختيار هذا السجن، سيادة اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون الأسبق. مساء الخير يا سيادة اللواء. مساء الخير، كل عام وانتم طيبين بمناسبة العام الهجري الجديد إن شاء الله. وحضرتك طيب يا فندم. سيادة اللواء، عايزين نعرف ايه الميزه النسبيه في برج العرب في اسكندريه، سجن برج العرب في اسكندريه، علشان يتم اختياره كمكان لاحتجاز او لحبس الرئيس السابق بدلا من سجن مزرعه ترى اللي كان تردد ان هو ده المكان. هقول لحضرتك حاجه، هو لعده اسباب. اولا سجن برج العرب ده موجود على بعد من 20 ل 30 كيلو على مدينة الإسكندرية. في منطقة لها ظهير صحراوي، في أسوار له محكمة وعالية، أبراج حراسة منظمة وشديدة التأمين، في دخلوا كذا سجن مؤمنين من الداخل بأسوار أخرى، مرافقه جيدة، تأمينه كويس جدا. ده من ناحية التأمين. يضاف إلى أن هم معروف أن لو تجمع حد من الإخوان، عندنا مادة في قانون السجون المادة 87 اللي هي بتقضي بالتعامل فورا بالنيران مع يقاوم أو يحضر للمقاومة لتهريب المساجين، وهذه المادة موجودة بخلاف حق رجل الشرطة في استخدام. هو بيبقى فيه أكتر من دايرة تأمينية يا سيادة اللواء في السجن؟ أكتر من دايرة تأمينية، في تأمين من الداخل ده تابع لقطاع مصلحة السجون، في تأمين من الخارج بالتنسيق ما بين الأمن المركزي والقوات المسلحة المنطقة الشمالية، وفي هناك ده اللي هي بتطل على المنطقة الصحراوية بتعلوها المجنزرات والمدرعات لحماية ظهر السجن من اي اقتحام من الخارج او الداخل. يعني معناها ان حاول احد للمقدمه او لغيره يتم تدمير اي شيء معادي لهذا السجن. ده اللي هو بالاضافه الى انه عدم وضع كافه قيادات الاخوان المسلمين في بوتقه واحده، او زي المثل اللي بيقول لا البيض كله في سله واحده حتى لا يحدث ما يحدث من لقاءات او متابعات او غيره. بس ده ما يشتتش الجهود الامنيه انها تتوزع في اكتر من مكان. نعم، الميزه توزيع اكتر من مكان. لا انا بتكلم ده، هل ده يبقى يعني عامل عبء زياده على الداخليه في ان جهودها وتامينها يكون موزعين في اكتر من مكان في السجن ده؟ ولا شك، لا شك انها وزاره الداخليه بتقوم بدور حاليا اكبر من طاقتها، لكن بقيام الشعب بمساندة وزارة الداخلية وعلم الشعب أن وزارة الداخلية وزارة وطنية لا تنتمي إلى فصيل معين، هذا الموضوع بيدي دفعة قوية لرجال الشرطة للقيام بواجباتهم أكثر مما تكون عليه سابقا، من كانت من مهاجمات وكسر رموز الشرطة و إقصائهم، ودائما كانوا يتحدثوا عن تطهير جهاز الشرطة وهيكلة الشرطة والكلام ده كله كان يؤدي إلى تأزم نفسي لدى الضباط والأفراد، فضلا عن قيامهم بوقيعة ما بين الأفراد وقيادتهم. ده كله كان القصد منه إنهاء جهاز الشرطة. بعد 30/6 على ما أعتقد عادت الثقة بين الشعب والشرطة، أدى إلى قيام فرد الشرطة بدل ما بيشتغل بنص جهد بدأ أو بربع جهد بدأ يشتغل بأقصى من جهد له. مفهوم، ده صحيح. لكن سيادة اللواء، لما أتكلم بقى على نوعية الإجراءات التأمينية بعد ما يوصل دكتور محمد مرسي لسجن برج العرب، إيه اللي بيتم معاه؟ هو لا شك أن أي واحد مسجون جديد في قواعد معينة بيوضع في مكان محدد. أيوة. بعيد عن باقي المحتاجين لمدة 10 أيام لإجراء الفحوص الطبية له حتى لا يكون
في اي مرض معدي او اي مرض يعني سياده اللواء الاجراء النهارده اللي اتاخد انه اتحط في غرفه في السجن والكشف الطبي عليه ده اجراء متبع مع اي مش متبع مع يعني احنا ان هو عنده مشكله حصل لوعكه صحيه في المستشفى مش شرط في مستشفى السجن هو ان هو في كشف طبي عليه بيوضع في حجره منعزله عن الباقي المساكين حتى يتم التاكد من خلوه من الامراض ومن المنطقه ده القانون بيقول كده وعلى رايح السجون ثم بعد ذلك يتم تصنيفه كمحبوس احتياطي وفي خلال العشر ايام دي لا يتم الزياره او لا ولا يتم الاتصال به او الاختلاط به حتى تاتي نتائج التحاليل في العشر ايام دي هو قاعد في غرفه لوحده لوحده بعد العشر ايام بقى ما يخلصوا بعد العشر ايام ممكن بيسكوا برضه بيسكنوه لخطورته وان هو ما يجتمعش مع اخرين ممكن بيقعد في حرفه لوحده والمحبوس الاحتياطي من حقه ان يكون في غرفه مؤسسه وان ياتي له الغذاء من خارج السجن او بشرائه من البوفيه بتاع السجن هذا هو نص قانون السجون ولائحته التنفيذيه ولبسه اللي هو معلق عليه الناس كله برضه ممكن يرتدي ملابسه العاديه ما دامت هذه الملابس مطابقه من الناحيه الصحيه ولا تحمل اي امراض او اوبئه او فيها خطوره على الامن العام. طيب معلش يا سياده اللواء هرجع لموضوع ال 10 ايام اللي بيفضل فيها النزيل نزيل السجن في غرفه لوحده لغايه ما يتاكد ان موقفه الصحي او الطبي يعني سليم. هو في ال 10 ايام دول يعني ما بيطلعش ورا الغرفه ما بيختلطش بحد كلام عن ساعات الطريق لا لا ممنوع الاختلاط باي حد. ممنوع الاختلاط باي حد حتى يثبت براءته من اي امراض معديه او اي امراض تضر بالمساجين الاخرين. بعد كده بقى يتمتع بحقوقه في موضوع التريض وفي في الزياره بقى. يتمتع بحقوقه برضه في عمليه التريض، في عمليه القراءة الصحف، في عمليه ان هو يشاهد التلفزيون بالقنوات الارضيه وليست القنوات الفضائيه، لقراءه الكتب والحاجات اللي زي كده ما لم تكن هذه فيها ما يخل بالامن لابد قطاع السجون بيراجع الكتب او يراجع المجلات او يراجع الصحف اللي هتعرض عليه اللي هو هيقراها او حاجات زي كده. طيب سياده اللواء نقطه ثانيه برضه عملت جدل ومشاكل كتير النهارده موضوع اللبس الابيض لبس الاحتياطي وليه الداخليه ليه السجن يعني او الاجهزه المعنيه بالمساله دي وفي الحاله دي الداخليه ولايحه السجون وهو محبوس احتياطي فليه ما جاش باللبس الابيض وهل التقصير او في امكانيه لاجباره ولا لا ولا المساله ماشيه ازاي؟ لا 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 هقول لحضرتك حاجه القانون قانون السجون نص على في الفصل من القانون بتاعه ابتداء من الماده 13 وما يليها بتقسيم المساجين وفئاتهم نص في ثلاث مواد على المحبوس الاحتياطي. تمام. المحبوس الاحتياطي ان يرتدي ملابسه الملكيه دون ارتداء الملابس البيضاء ما لم يكن هناك مخالفه صحيه لتلك الملابس او خطوره على الامن العام. يبقى ده حق من حقوقه ان هو يرتدي الملابس العاديه ما دام ما فيش فيها ما يضر بالصحه او ما يضر بال طب ليه ما شفناش ده مع الرئيس الاسبق مبارك وجه اول جلسه بجلسه محاكمه وكان ملتزم وقال وبيلبس وخلاص على هذا الاساس لكن بعد الحكم في الحبس الاحتياطي يعني بعد الحكم من الحبس الاحتياطي عند الحكم بيرتدي لما يجي القرار بقى من المحكمه فلازم يلبس الابيض لابد لا ده لما بيحكم عليه ايوه زي ما حصل النهارده لا ما هو يا يلبس الازرق يا يلبس الاحمر انت بتتكلم على الحكم النهائي انا بتكلم على قرار المحكمه النهارده بادعوى سجن احنا عندنا بنتعامل بالقانون ولا بنتعامل بالشخص؟ لا طبعا بالقانون اكيد اكيد كنا بس عايزين نشوف اللائحه بتقول ايه في الموضوع ده وحضرتك وضحت لنا ده القانون القانون ريها حضرتك في الماده 14 من قانون السجون والماده 15 والماده 16 خاصين بالمحبوسين احتياطيا في قانون السجون قانون تنظيم السجون فيه ثلاث مواد الماده الاولى خاصه بان هو يتحبس في مكان خاص بعيد عن المحكوم عليهم المادة اللي بعد كده خاصة بالأكل وإن الأكل بتاعه ممكن يجيبه كل يوم
ومن بره او من ياكل على حسابه من البوفيه بتاع السجن، والماده اللي هي الرابعه الثالثه بتاعته اللي هي خاصه بالملابس والحاجات اللي مفهوم. انا بشكرك يا فندم سياده اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخليه لقطاع السجون سابقا على وجود حضرتك معانا.